جايبي لكم هدف عمر خريبيني اللي سجله قبل ساعات فقط على نادي حتى الإماراتي في المباراة اللي انتهت بواحد مقابل لا شيء. هدف خريبين الوحيد هو اللي حسم الفوز لنادي الوحدة الإماراتي. ولك كالعادة قبل ما نفوت بأي فيديو بهذه القناة ننسى الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونشوف أمامكم مثل ما قام تشوفون أمامكم هدف عمر خريبين اللي أتى من خلال عرضية عرضه إلى لاعب الوحدة عند الدقيقة 24، وعمر خريبين برأسية أسكنها في شباك نادي الوحدة. انحل الخلاف ما بين عمر خريبين وما بين إدارة نادي الوحدة، حل الخلاف ما بين عمر خريبين وما بين مدرب النادي، وحاليا عمر خريبين قام يرجع للتشكيلة الأساسية. هاي أول مباراة بعد الخلاف يكون فيها عمر خريبين متواجد بشكل أساسي، وما شاء الله قام نشوف عمر خريبين يتألق بهاي المباراة ويحسم الثلاثة نقاط لفريقه. بس والله هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك، مش على طول تصلك أهداف لاعبين منتخبنا الوطني وأهداف منتخباتنا الوطنية. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.